الجماعه. دابا في عين كما قال السيد الرئيس، الناس عندهم مشكل، راه ماشي غير تقولوا بان راه ان فعلا الناس كيمشيو يديروا دابا الملكيه او لا التحفيظ، راه غنديروا لهم التعرض، واش فهمنا؟ ماشي حنا حنا بناء على دوك داكشي اللي داروا الناس القدام، وراه السيد الحاج قالوا بعدا مشكل معانا، راه مشكل. يعني انا كانت الارض ديالو كانت تحرز ودخلوها في التحديد، ومنين جا راه ورينا المسائل. شامل اللي شامل اللي دار هادشي هذا، راه مهم راه كنقولوا بان هذا مشكل موروث السيد الحاج، واش فهمنا؟ حتى حنا ما بغيناش نبقاو في هذه الوضعيه هذه، حنا ماذا بينا نحلوا هذا المشكل، الناس اللي عنده شي ارض ديالو اللي عنده شي هذا، ما عندنا ما نديرو حنا في الاراضي ديال الناس. باش فهمنا حنا نتوما خصكم تعاونونا السيد الرئيس باعتباركم السلطه الوصيه وهذا، يعني غديروا لنا واحد الطلب رفع اليد على دوك الاراضي، وغديروا لنا ماذا بينا اذا درتوا لنا واحد اللائحه ديال الناس اللي عندهم المشاكل مع المليون دابا، اللي عندهم شي تعرض ولا اللي عندهم هذا، ياك حنا هذاك داكشي اللي داروا دابا تلاه مرسوم وزاري، يعني المندوب السامي اللي عطى ذاك المرسوم، وهذاك المرسوم خصو يطلع من عند المندوب. حنا غادي نديروا له اقتراح باش نديروا طلب رفع اليد على دوك الاراضي ديال دوك الناس، ونديروا واحد اللجنه مكونه من السلطه المحليه، ونكونوا حنا ونكون اصحاب المحافظه، وما دابين حتى هذا الموضوع. حنايا جماعه ديال الزلال، حنايا كلشي الارض اللي هي ديال الخواص، ما عندكم حتى شي حاجه، لو كان ديالكم لو كان هزيتو التيتر ديال المحافظه. سمحني هذا القانون اللي كيقول في ديال 1917 كيقول فين كاين شي شق ديال 100 غابة، كاين واحد القانون كيقول بلي اي واحد خرج بالملكيه ديالو كاين هذيك القانون. انا معك نقول شوف حنايا الارض ديال الجماعه ديالي عزانن كان في واحد الوقت منين كان كيدرسو كيجريو على النساء، والجار كان لا القايد كيدير السيد في الحبس، ما كيعيط للوكيل المالي 8 ايام 10 ايام حتى يبغي يطلقلو، ملي كيشوفو هكا كيهربو المساكين الزرع فيه وكيحفرو. واش عندكم شي ورقه التنازل ديال الساكنه ديال عزانه؟ وزيد عليه هذيك اللي مغروسه وزيدتو الاراضي اخرى، لان الناس ديالكم ديال 100 والغابه منين كان كيجيو يديروا التحديد مؤقت، التحديد الاولي كان كيمشيو للناس كيهبط البوان اللي عندهم باش يصوب معاه يعطيلو الفلوس ونجيب لك الناس، ماشي هكا باش يقول له نحيد لك البوان نرجعها لفوق. شوف ما بقاش هذيك الشيء في العهد ديال محمد السادس، اللي عنده شي حاجه يدي المندوب السامي راه في الرباط، حنايا في الجامعه هنا القبور ديالنا اللي غادي يموت هنا غادي يدفن، حنايا غادي يشوفوا اللي عمرو ما شافوا معنا مع الجماعه ديال عزانه. الى المندوب السامي راه هو ما تبدل من الحكومه، هو ديال الفلاحه وديال المساجد الاوقاف الاسلاميه، باش هادو يتحيو كلشي، لان هادو اللي عندهم مركزي ديال الاراضي وهادي باش يديو ديال عباد الله. حنايا ما عندنا ما يدينا، شوف حنايا الموضوع كنمثل السكان، وهاد السكان هاد النقطه هما اللي اقترفوها، جاو عندي جاو المكتب درناها في النقطه، قلت له الا غادي نديرها تغامروا معنا، واش من مغامره تخرجوا بالنساء ديالكم وولادكم كلشي تموتوا على الارض ديالكم قبل ما يديوها. واحد كيقول غادي يوقعوا المشاريع هنا، واحد يقول هكا، واحد هكا، منين تلقى السيد المهندس منين كتلقى الارض فيه الزيتون وفيه الداليه وفيه بطاطا وانتم كتدخلوها، واش اللهم منكر، واش تموتوا ولا لا؟ راه الموت اش غادي يدي الشبع وربعة ديالها اللي غادي ما كتخافوش الموت ولا؟ راه ديالهم، وتمشي ديال بنادم شحال من عام هو كيجمع الزيتون، كيمشي التسجيل يخلص يخرجوا يديروا الناس ديال المحافظة الفوارنة، وتمشي المية والغابة دير تعرض. حنايا عرفنا الأراضي ديال المية والغابة منين إلا شي واحد مشى بالملكية يحفظ
وهو اللي في المحافظه العقاريه اللي كيقول له سيدي هذا الدار ديال مليون وغاده، ولكن هو كيشد عليه الملف ديالو كيشد منه الفلوس ونمشي الى جد الى جد اللجنه غادي تشوف العجب والغرايب، غادي تشوف الزيتون كاين الخبراء اللي عنده 20 سنه، وكاين الزيتون انا كنعرف سيدي الحسين عنده 40 عام 50 الجهد ديال البحر، ومشاو كيديروا البار تحت الزيتون. فين كاين هذيك الفلايس؟ ما كاينش تما الزيتون، كتشوف فين كنقول ولا لا؟ عرفتي؟ كيفاش مليون غادي تمشي تدوز في الزيتون وتهود؟ كيفاش؟ تحديد ديال الشياطين، الشيطان ولا الجن كنلقى عليه كنقرا عليه الرقيه، هيا دير الكرسي، الله لا اله الا هو. باش نقضي على الشياطين، ما المليون غابة راه ما تقدرش مع الشعب. راه المليون غابة شحال بيهم كاع. باش يكذبوا على السكينة ديال العسل. حنايا نموتوا هنا نموتوا. أنا في الحرب معاكم. أنا في الحرب. وكتمشيو مع عباد الله، كتمشيو كتكريو الخواص الكتب وفين كاين الزيتون ديال الناس. الدارية وكاين الكرمة وكاين الخروبة كاين كلشي كديرو البلاكة هذيك البلاكة والله غير ندلعو مولعين هذ البلاكة اللي ديرتو ما تكريو الأرض ديال الناس إلا بديتو تكريو اللي غادي يسيد كريو له الغدا واش ديرتو من الزارورة حتى الودي فاسوا إبعيات البلاكة طالعين معاك في الأراضي ديال الناس بغيتو تديو كلشي حتى الدور باش تحفظوها بحال اللي قال زاكوري فين عندهم المقبره تما حتى جيتو كتحفظوه كتحفظوا الديون والكرمه والاخر دابا كديروا باللي عندكم ها كنكريا واش كنكريو ديال عباد الله عندكم شي موافقه ديال الخواص ولا ديال جماعه ولا تكريو وحنا الا مشينا تما نسيدو نتقاتلوا معاكم انا نجي نسيد وقرب عندكم ونجي معايا شوف شتي هذوك الناس اللي شدوا في القريه ولد معنا نجيبهم معايا هنا لهذه الكوتو قول هذوك الناس ديال الكوتو يقربوا عندي ولا المية والغدا انا نمشي للارض ديال الخواص ديال الناس اللي كنمثل ماشي نمشي للغدا انا نمشي لهذيك الاراضي ديال الخواص ولا ديالهم ولكن باش ديروا البلاكار ماشي حرام عليكم كديرونا اكشبر وزروات كتبداو بالبلاكار ومن بعد كتمشيو كتقولوا الارض ديالنا ها هما الاعضاء غادي يهضروا هذا الشيء راه كتمثلوا السكان كل واحد يهضر غرسوها بالسيف واه غرسوها ذاك الخيط منين كنقيس مع غرسوها منين كنعم بالواحد اللي شوف 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 تمشي للاخبار واحد اللي ما غرسولوش اسمعني نقول شتي في الغابه فين كيرميو النفايات كاين واحد الموضع ديال الضربيه كانت تما كانت تما غير واحد الشيء مشات عند واحد مازال ما داو هذيك الرسول وهذيك اللي مات باه ديال مزيان كان شكال وهذيك مزيان اللي كانت مشى معاي هذيك غادي يشوف واش غادي يديروا مع السكان هذيك كان في هذيك الوقت ملي كان كيغرسوا باه شكال ولا شكال بدالها راه هو من شملاله خصني نمشي نشكل في شملاله راه عندنا هنا ساكن هنا حضروا على البني ولاد ولا شي حاجه زيد انا كاين نقطه ديال غير بالنسبه للتراب الرفعي ديال كنا نديروا تراب رفعي واكد ديال التراب الرفعي انت حضرت معنا واحد ديال قلنا لكم واحد التراب الرفعي راك حضر انت درت لنا عطيتنا واحد الكلمه بان هذيك الارض وخارجه خارجه من كيقول
مازال ما عطاهش السيد علاش ما عطاهش؟ لا باش عطاني انا مشيت عنده جاوب هو عطانا الجواب اخويا عطانا بعدا الجواب عليك باش راك السنيه ديالك والو قال لهم دارهم كلشي على احسن السير شتي الدور ديال الدار كلوا هذا كلشي ولي ديال ولي ماشي قالوا لهم قاعد السلام عليكم.